أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكافرون
Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka annama. Ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal maut. Yusaquna ilal وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أنها لكم وتودون وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله
Sadaqallah.